هلا هذا بالنسبه لمعظم المايلينيتنج ديزيز سنترال نيرف سيستم. المايلينيتنج ديزيز بالبريفرال نيرف سيستم اهم شيء اعرفه شغلتين جيلين بري، انا شرحتها بالفيديو وحطيتها بالمحاضرات، دايابيتيك نيوروباثي اقراوها، وهي حسن رح يحكي لنا عنها برضه، رح اجيب من تبع حسن. كمل دكتوره كمل لك يا تبعتك. هي وين؟ لا هي نازله، تفضل يلا معك لاخر المحاضره، مش احكي معك وراك. لا سوري انت صوتك عالي. يا جماعة أنا جاي بحب دفعتكم اليوم. كيف حالك بقى؟ كيف اسمك؟ يعطيكم العافية، أنا زميلكم حسن العيسى، بدي أحكيكم على السريع عن دايابيتيك نيوروباثي، بدي أحكيكم عن تعريفه وعن الكلينيكال كلاسيفيكيشن له، وعلى السريع عن الدايجنوستس وعن المانجمنت. طيب هلا شو دايابيتيك نيوروباثي؟ من اسمه نيوروباثي يعني بريفرال نيرف ديسفانكشن. دايابيتيك يعني بصيب الدايابيتيك بيشنتس، بشرط انه تو اكسكلود اذر كوزز اوف نيوروباثي، لانه في كثير كوزز للنيوروباثي. هلا ليش الموضوع مهم كثير؟ لانه ات كان ليد تو سيريس كومبليكيشنز، ممكن توصل لحد الامبيوتيشنز. اوكي؟ بحكي لكم على السريع عن الباثوجينيسيس للدايابيتيك نيوروباثي. هلا بنعرف الدايابيتيك نيوروباثي ار هايبر جلايسيميك. الهايبر جلايسيميا يعني جلوكوز زايد في الدم، راح يؤدي لعدة أشياء، منها إنه في عندنا باثوي بنسميه البوليو باثوي أو السوربيتال باثوي، السوربيتال باثوي سوري، هذا شغله إنه يحول الجلوكوز لفريكتوز، وفي انترميديت كومباوند اللي هو السوربيتول، فلما يزيد الجلوكوز بيزيد السوربيتول، وهذا بيؤدي لزيادة في الأوزماتيك بريشر، فبسوي نيرف دامج. ثاني شيء الجلوكوز الزايد بيسوي جلايكيشن لأذر بروتينز وليبيدز. هلا لما يسوي جلايكيشن لهي البروتينز والليبيدز الفانكشن تبعت هاي تبعتهم بتخرب. بعدين بسوي اكتيفيشن للبروتين كاينيز سي، البروتين كاينيز سي شغله يسوي فوسفوريليشن لاذر بروتينز، بالتفصيل انه بسوي فوسفوريليشن للهيدروكسيل جروب على السيرين والثيرينين، فبرضه بخرب الفانكشن تبعتهم. اخر شغلتين بسويهم انه تريليس سايتوكاينز، واحنا بنعرف تاثير السايتوكاينز في الانفلاميشن، وكمان بسوي اوكسيديتيف. ثاني شيء بعاني منه الدايابيتيك بيشنتس اللي هي الماكروفاسكولار كومبليكيشنز، ونعرف انها اكثر من منطقه في الجسم ممكن تتعرض لهي الكومبليكيشنز، زي مثلا ممكن الريتنا بتوجع لها ريتنوباثي، ممكن الكدني بتوجع لها نيفروباثي، ففي حاله كان في نيورون بتسوي نيوروباثي. هلا شو اللي بصير بالضبط؟ انه صار في مايكروفاسكولار كومبليكيشن، يعني البلاد سبلاي للنيرف خرب، فراح يصير هايبوكسيك دامج للنيرف. هلا في شيء مميز في هذا الهايبوكسيك دامج، انه بيكون في بالعاده في الديستال بارت اوف ذا نيورون، فعشان هيك احنا لما عرفنا الدايابيتيك نيوروباثي حكينا انها ات از بريفرال نيرف ديسفانكشن. هلا كلينيكال كلاسيفيكيشن بشكل عام بقسموه لسيمتريكال واسيمتريكال، والسيمتريكال والاسيمتريكال ار فيرد ديفايدد لهي الاقسام، اقسام كثير ما راح احكي عنها كلها، راح احكي عن الدايابيتيك بولي نيوروباثي لانها هي ذا موست كومن تايب اوف دايابيتيك نيوروباثي. اوكي؟ It accounts for 75% of the diabetic neuropathy cases. It can be sensory or motor. وبرضه autonomic neuropathy can be associated with distal symmetrical polyneuropathy، وراح نحكي شو تأثيرها. It can involve large or small fibers. هاي الأشياء كلها بتهمنا بإيش؟ بتهمنا في الدايجنوسيس، وبتهمنا برضه في التريتمنت. اوكي هلا بدي احكي بس عن السنسوري امبيرمنت للدايبتيك سنسوري دايبتيك سيمتريكال بولينيوروباثي. هي بالعاده بتكون على شكل بسموه انه جلوفز اند ستوكينج ديستريبيوشن. اذا بنتفرج على الصوره الاولى بنشوف انه نهايه الايدين والليكس من تحت النيه هم اللي بتاثروا. في انواع ثانيه في الصوره موضحه زي البروكسيمال، زي الكرينيال، بنشوف انه الكرينيال نيرفز، وزي في نوع مميز اللي هو مونونيوروباثي مالتيبلكس اللي هو بتاثر نيورون محدد، فبيأثر على منطقة معينة that's supplied by this neuron. هلا حكينا برضه ممكن ال large fibers وال small fibers هي اللي بتتأثر. بنعرف إنه كل وحدة لها functions معينة وبتنقل sensations مختلفة، ففي حال ال large fibers هي اللي تأثرت، ال sensations اللي بتنقلها ال large fibers هي اللي تتأثر، وال small fibers ال sensations اللي بتنقلها هي اللي تتأثر. في شوية بصراحة أحكي عنهم كثير.
الدياجنوستس بالبيد سايد اكزامينيشن بدنا نشوف بشكل عام السنسيشنز اللي ممكن تتاثر نتيجه عن النيوروباثي. فبنسوي مثلا بنشوف المسل باور عشان نشوف اذا الفايبرز انفولد اذا موتور ولا سنسوري. بنشوف برضه بنسوي تيست اللي هو بين بريك تيست اللي هي ابره وبنغزها على السكين عشان نشوف كيف السنسيشن في هذيك المنطقه. وفي كمان الجوينت بوزيشن تيست عشان تفحص هاي الشغله انه بتخلي مريضك يغمض عليه تمسك ايده مثلا ترفعها بتحكي له سوي بايدك الثانيه نفس الحركه. في حال كانت الجوينت بوزيشن سنس سليمه عنده بتمكن انه يسوي حركه ثانيه، في حال ما كانت سليمه ما حيتمكن انه يسويها. حكينا انه الموست كومن اللي هو دي اس بي ان ذات انفولز ذا هاندز اند ذا فيت. فعشان هيك السنسور اكزامينيشن از دون اون ذا هاندز اند ذا فيت بايلاترالي على الجهتين. برضه حكينا الاوتونوميك اوتونوميك نيرف سيستم از اولسو انفولد في الدي اس بي ان. فعشان هيك لما تشوف الاوتونوميك فانكشن زي الهارت ريت زي البلاد بريشر زي البلاد فلو والسكان والانتستين. اخر شيء النيرف بايوبسي ماي بي يوسفول تو اكسكلود اذر كوز اوف نيوروباثي. اوكي المانجمنت سريعا لا انت هدفك من هذا المريض انك تو بريفنت فيرذر بروجريشن اوف ذا ديزيز وكمان عشان تريليف السيمتومز. اوكي فانت بتعالج هايبر جلايسيميا وبتعالج الكارديوفاسكولار بروبلمز. اما بالنسبه للسيمتومز في ممكن ينتج عن يكون عنده بين ممكن برضه اذا اللارج فايبرز تاثر اشياء ثانيه زي الريفلكسز وزي البوينت الجوينت بوزيشن واشياء ثانيه. يعطيكم العافيه. Fantastic presentation, highly presentation. تبعت حسن بدي أنزلها هي المصدر اللي كنت تدرس منه ديابيت كنيروباثي لأنها أحسن من اللي أنا كتبته بمحاضرتي. بدي أقول لكم بس جملة أخيرة قبل ما أخرج عنكم. بدي أقول لكم ما قاله نزار. وعدتك ألا أحبك وعند القرار العظيم جبنت.